بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل الجزء الثاني من محاضرة الجرام بوزيتيف باسيلاي. وفي هذا النوع حنتحدث عن، نتذكر لما حكينا في الجرام بوزيتيف باسيلاي كنا حكينا في ايروب وفي انايروب، وهنا حنيجي لجزئية المين الانايروب جرام بوزيتيف باسيلاي. مين مثال عليها؟ الكلوستريديوم. الكلوستريديوم بأنواعه المختلفة الأربعة، منهم أنواع هذول: كلوستريديوم بيرفرينجنز، جاز اللي بتسبب الجاز جانجرين والفود بويزنينج، وعندنا كلوستريديوم تيتاني اللي بتسبب التيتانوس، وعندنا كلوستريديوم بوتلينيزم بتسبب اللي هي بوتلينيوم اللي بتسبب بوتوليزم، والكلوستريديوم ديفيسيل بتسبب اللي هو سيدومبرينوس كولايتس. حنتحدث عن هذه الميكروبات بكل التفصيلات المطلوبة، طبيعة الميكروب وكيفية التسبب بالمرض. طبيعة هاي أنواع من البكتيريا اللي بتتبع للكلوستريديوم عبارة عن إيش؟ الكلوستريديوم أنايروبيك بكتيريا عبارة عن جرام بوزيتيف باسيلاي. هذه البكتيريا سبورز نتحدث عنها usually more than rods and located terminally. وين بتقع السبورز؟ terminally أو sub terminally. إيش يعني terminally؟ طرفي أو قرب طرفي. بطبيعة الكلوستريديا إيش تعتبر؟ موتايل. إيش المساعد في حركتها؟ البيريترايكس فلاجيلا الموجودة عليها في السلوى. تمام. بالنسبة الآن حنبدأ في مين؟ في الكلوستريديوم بيرفرينجنز اللي بتسبب الجاز جانجرين والفود بويزنين. طبيعة هذه البكتيريا عبارة عن جرام بوزيتيف باسيلاي. سبورز ار اوبزيرفد. في عندنا نان موتايل كابسوليتد. وطبيعة البكتيريا هاي تعتبر هيموليتيك واند ميتابوليكالي اكتيف. اعتقد هذه المصطلحات مفهومة ومعروفة، يعني لو احتاجت ترجمة حترجمها مرة ثانية، بس مرت علينا وترجمناها سابقا يعني، فواضح كل مصطلح بنحكيه. هيموليتيك هي بتعمل ايش؟ هيموليسيز. طبيعتها ميتابوليكالي اكتيف، نان موتايل غير متحركة، وفي لديها يوجد كبسول. هذه كل المعلومات مفهومة لدينا. بالنسبة للكلوستريديوم بيرفرينجنز، هذه النوع من البكتيريا مقسم إلى خمس أنواع A و B و C و D و E، وهذه الأنواع الخمسة مقسمة بناء على الليثال توكسينز اللي بتنتجها الكلوستريديوم. في عنا ألفا توكسين، في عنا بيتا توكسين، في عنا إبسلون توكسين، وفي عنا إيوتا توكسينز. هذه الأنواع التوكسين اللي بتنتجها. مين النوع الأكثر انتشاراً من الكلوستريديوم من هذه الانواع الخمسه؟ اللي هو تايب اي، بحيث ان وجدوا انه تايب اي هو الذي يعتبر اكثر الانواع تسببا بالهيومن انفكشن. الان الكلوستريديوم بيرفرينجنز طبعا موجوده في النيتشر. وين ممكن تلاقيها موجوده؟ ممكن تلاقيها موجوده في الانهابت الانتستان اوف هيومن ان انيمال، في الامعاء للإنسان ولمين ولا الحيوان. مين قلنا أكثر الأنواع الانتشارا منها؟ اللي هو تايب A، بحيث أنه يوزل من الإنسان واللي هيومن انفكشن، طبعا بسبب العديد من مين؟ من الأمراض، بحيث أنه بينتج مين عندي؟ بينتج توكسينز وإنزيمز. نيجي الآن في الحديث على اللي هو تايب A. إيش عندي هنا؟ في عنا الألفا توكسين اللي هي مين عندي؟ من الإنزيمات الهامة اللي بتنتجها أيضا الليثيناز أو فوسفولايباز سي. إيش دور هذه التوكسينز والإنزيمات اللي بينتجها تايب A؟ بتعمل عملية لايسيس، تحلل لمين؟ للخلايا، تعتبر قاتلة. وإيش كمان بتعمل؟ نيكروسيس، تحلل للأنسجة والخلايا، وكذلك هيموليتيك، بحيث إنها من الحاجات اللي بتعملها هذه التوكسين انها بتزيد النفاذية الاغشية، بتزيد المين الفاسكولار بيرميابيليتي، وبالتالي تؤدي الى ماسيف هيموليسيس، تؤدي الى التحلل ونزيف كبير. ايضا تؤدي الى مين كمان؟ تؤدي الى تيشو ديستراكشن، تدمير في الانسجة. هيباتيك توكسيسيتي، تسمم في مين؟ في الكبد. مايوكارديال ديسفانكشن، خلل وظيفي في مين؟ في منطقة الميوكارديوم اللي هي أغشية القلب. تمام.
هذه اللي هي الكلوستريديوم بيرفرينجنز. إذا بملخص بسيط جدا، مين عندنا؟ قلنا احنا التايب اي هو اللي احنا حكينا اكثر انتشارا بالتسبب بالمرض لانتاج توكسينات وانزيمات. مين عندي؟ الفا توكسين، وعندي السيتينيز، فوسفولايبيز سي. هذه التوكسينز والانزيم ايش كان لها دور مركزي؟ انها بتعمل تحلل لمين؟ للخلايا، تعتبر ليثل قاتله، بتعمل نيكروسيس تحلل في الخلايا، بحيث ايضا هيموليتيك، بحيث انه وجدوا انها ايش بتساوي؟ بتزيد من نفاذيه الوعائيين الفاسكولار الوعائي، تمام، وبتؤدي انه يصير في عندي نزيف عند هذا الشخص، بحيث انه يصير عنده ماسيف هيمولسيس وبليدنج. وايضا ايش من العواقب اللي ممكن تصير نتيجه ذلك؟ انه بصير عندنا تيشو ديستراكشن، تدمير للانسجه وسميه للكبد، وايضا بصير عندنا دايس فانكشن لمنطقه الميوكارديال. هذا اعتقد صارت موضحه لنا بشكل جيد. ممكن عندنا ايضا الكلوستريديوم تنتج اذر نيكوتايزنج اند هيمولوتيك توكسين من ضمن الانزيمات اللي بتنتجها ايضا دي ان ايز وهيالورونيديز. بالاضافه للالفا توكسين اللي حكينا عنه كيف اشتغل من ضمنها، لانه بنتذكر احنا قلنا في شغلتين اساسيات الكلوستريديوم بيرفرينجنز عملتهم. ايش هي؟ عملت الغنغرينا، غاز الغنغرين، وايش كمان عملت؟ فود بويزنينج. فود بويزنينج نتيجه مين عملتها الفود بويزنينج؟ نتيجه انها غير الالفا توكسين اللي اشتغلت على اللايسز اوف سيلز وليثل وزادت الفاسكولار بيرميابيليتي وعملت ماسيف هيموليسيس، في عندنا توكسين ثاني اللي هو الانتيروتوكسين. الانتيروتوكسين غالبا ايضا بيتم انتاجه عن طريق مين؟ تايب اي سترين. لذلك ايش اللي احنا الان بنلاحظه من الكلوستريديوم بيرفرينجنز الكلينيكال ديسيز؟ في عندنا بصير عندنا انفكشن لمين؟ للسوفت تيشيو. ايش كيف ممكن هذا الميكروب يدخل لجسم الانسان؟ منافذ دخوله، منافذ دخوله من خلال التروما، تعرض الانسان لضربه، وقعه جامده، ربضه جامده، او من خلال مين كمان؟ الانتستاينال تراك. يوجوالي كوزد ايضا باي ميكست انفكشن، ممكن يكون ناتج عن ميكست انفكشن اللي هي توكسوجينيك كلوستريديا، بروتيولايتيك كلوستريديا، بالاضافه لوجود انواع اخرى من البكتيريا، فممكن يكون حدث ميكست انفكشن في الشخص المصاب. طيب مين عندي الانواع الانفكشن اللي بتزيد حده الاصابه فيها بالكلوستريديوم بيرفرينجنز؟ ايش بنلاقي من الحاجات المهمه؟ والان بدنا نركز بالزياده، لانه طبيعه الميكروب هذا بسبب الغنغرينا، جاز غنغرين، غرغرينا. طيب ايش بيعمل معنات الكلام لما اقول غرغرينا؟ يعني بيعمل موت في انسجه الجسم. ليش؟ لانه نقص تدفق الدم اليها، وممكن تاثر طبعا من خلال ذلك هذه البكتيريا على العديد من اطراف الجسم، ممكن تصيب القدمين واليدين الاطراف. فهذه من الحاجات اللي وشرحنا كيف نتيجه الالفا توكسين ايش ممكن يعمل نتيجه هذا السم اللي بتنتجه البكتيريا. طيب الان لو جينا نشوف ايش ممكن يصير عند المريض، ممكن يصير عنده سيلولايتس. السيلولايتس التهاب خلوي. طب السيلولايتس ايش بصير في عندي انا؟ بصير في عندي جاز فورميشن في السوفت تيشيو، هذه نقطه مهمه جدا. طب ايش ممكن يكون يصير مع المريض المصاب بالكلوستريديوم بيرفرينجنز يعني كمظاهر للاصابه بالغرغرينا؟ فاسيتايتس. وين راح دخل الان في التحمش؟ قلنا من بصير فينا تيشيو كروسز، دخل الان وبروح لمين؟ للعظم، للعضلات، وبنزل جوا. سبوراتيف مايوسيتايتس يعني عمل تدمير للانسجه، وراح تسيب العضلات ودمر العضلات. وين راح كمان؟ راح على الوصل العظم، وحتى منطقة صار في العضلات مايوسيتايتس اللي هو صار في عندي accumulation of mean of gas، صار في عندي تجمع الغاز وين؟ في المسل بلينز، في المسارات العضلية الموجودة في منطقة العضلات، صار الآن في غاز موجود. معناته الآن هذه الأمور بتزيد من الخطورة. كذلك من الحاجات الواضحة والهامة اللي بتصير عندي انه بصير عندنا مايونيكروسيس. خلاص مايونيكروسيس واضحه، انه الان وين صار النيكروسيس؟ في المسلز.
طب ما ده صار المصل اللي راحت الان اللي عمل تشي نكروسز ودخل في المصلز، وين الان راح صفى على العظم، عشان هيك بصير عندنا لايف ثريتنينج ديزيز، يعتبر في هذه المرحله هذا المرض يعتبر مهدد لمين؟ للحياه. على ذلك نقول انه الغرغرين الغاز غنغرين كيف بتصير؟ اظن الان صارت الصوره واضحه عندنا، ايش الميكروب، ايش التوكسينز، وين بيشتغل عندي في جسم الانسان. على ذلك الانسان لو دخلته من خلال الميكروب، من خلال التروما دخلت لجسم الانسان، السبور من خلال التروما لما دخل الجسم الان عمل جيرمينيشن، تمام؟ ونحن عرفنا ايش يعني جيرمينيشن، الان بخرج وبتكون عنده الطور النامي تبعت البكتيريا الكلوستريديوم بيرفرينجنز، بحيث الفيجيتاتيف فورم الطور النامي من البكتيريا يتضاعف. طيب بما انه تضاعف ايش حيعمل؟ ركزوا على حاجه مهمه هنا، ايش حيعمل؟ حيعمل فيرمنت لمين؟ للكربوهيدرات. ايش حيعمل كمان بما انه صار في عندنا فيرمنتيشن تعلمناها في الميكروبيولوجي، ايش الميكرو تعلمنا في الفيرمنتيشن؟ بصير في عندنا برودكشن اوف مين؟ اسيد اند غاز، يعني نتيجة عملية التخمر في المكان ايش انتج عندي؟ غاز، بدل غاز يكون موجود ويتكون عندي في الانسجة، هذا يؤدي الى distension of tissue and interfere with the blood supply. الان بدل الغاز يدخل ويمتد ما بين مين؟ الانسجة، الان يصير عندي تداخل مع مين؟ مع مصدر الدم اللي كان يغذي هذه المناطق. وعلى ذلك الان ايش البكتيريا بتنتج؟ بتنتج النيكروتايزينج توكسين اللي حكينا عنه بالتفصيل قبل شويه، وايش الانزيمات هيالورونيديز. طبعا هذه الهيالورونيديز ايش حتساعدني؟ حتساعد على سبريد، بتكسر الهيالورونيك اسيد بتوين تيشوز، وبتساعد على عمليه انتشار مين؟ الانفكشن. في نهايه الامر حسب ما توضحنا وشرحنا سابقا ونشرحها لاحقا، بما انه الان صار في عندي الغاز موجود وصار في عندنا ديستنشن في التشيو وصار موجود الغاز وصار في عندنا انتاج للتوكسين، ايش الان حيصير في عندي؟ تشيو نكروسيز، صار في عندنا نكروسيز للكلام اللي حكيناه قبل شويه في السلايد السابقه، صار عندي امتداد لعمليه التشيو نكروسيز في الانسجه والخلايا، وهذا ادى انه البكتيريا جروث مالتيبليكيشن تتنامى وتتكاثر الخليه البكتيريه، وايش الكلام اللي حكينا عنه؟ ماسيف هيموليسيس، صار عندي هيموليتيك انيميا، وممكن يصير عند المريض يدخل في سيفير توكسيميا وتؤدي به الى مين؟ الى الوفاه. طب قديش الانكوبيشن بيريود عندي في هذه الحاله؟ تقريبا من 1 لـ 7 ايام من الاصابه. اذا صار واضح عندي من الاعراض المريض المصاب بالغرغرينا كريبتيشن ان سابكوتينيوس تيشو اند مسل، الان صار في عندي هذه المنطقة الانسجة صار عندي الانحلال نكروسيس في التيشوز، وصار في عندنا ديستنشن، وصار في عندنا غاز في منطقة المسل، وايضا من الاعراض الهامة انه صار في عندنا فول سميل، صارت افرازات ذات رائحة كريهة، في عندي ممكن يصير في عندنا تورم، ممكن يصير عندي تنميل، ممكن يصير تلون في الجلد يصبح اللون ازرق كمان، ايضا ممكن الحاجات اللي بنلاحظها انه صار عندي حراره وصار تحلل اللي هو توكسيميا، شوك رينال فيلر، ممكن يصير عندنا فشل كلوي ويؤدي بالمريض في مراحل معينه الى الوفاه. كان هذه الشغلات ممكن تسببها انواع اخرى من الكلوستريديا، بس بشكل مركزي الحديث الان منصب عن مين؟ على كلوستريديوم بيرف. أظني هذه واضحة اللي هي الأعراض اللي حكينا عنها، إن هو تلون الجلد، تغير اللون إلى الأزرق وممكن الأسود زي ما أنتم شايفين في مناطق الإصابة، بحيث إنه من الأهم العلاجات اللي حكوا عنها للمريض المصاب بالغرغرينا إيش نعمل له؟ عملية إزالة الأنسجة الميتة هذه، يعني بصيروا يتعاملوا بحيث انهم يضلهم يعملوا اصلاح جراحي حتى ازالة هذه الانسجة ايش؟ الميتة. وايضا ممكن انه المريض يخضع لمين؟ للعلاج بالاكسجين طبعا عالي الضغط،
الأكسجين عالي الضغط، وهذا حنتحدث عنه أيضا خلال الشرح. إيه، هذه كانت نقطة مهمة حكيناها بالتفصيل عن الغاز غنغرين. الشغلة الثانية في الكلوستريديوم بيرفرينجز إنها بتعمل فود بويزنينج، تسمم طعام. الانتيروتوكسين، مش قبل شوي حكينا في عنا ألفا توكسين، وحكينا تحت مين انتيروتوكسين. إيش الانتيروتوكسين؟ بتعمل هايبر سكريشن في منطقة مين؟ الجوجنم والإيليوم. طبيعة الانتيروتوكسين اللي بنحكي عنه هنا عبارة عن هيت مين لابايل بروتين، هيت لابايل، تمام، يتحمل درجات الحرارة المتغيرة، الآن مش هيت ستيبل، لابايل، بينتج عن طريق مين؟ أنواع من الكلوستريديوم بيرفرينجز، وخصوصا أي نوع منهن؟ تايب A، تايب مين؟ A. وخصوصا لما يكون عندي نسبة البكتيريا 10 أس 8 سيلز موجودة في الكونتامينيتد ميد ار انجستد، يعني لما تم الشخص اللي صار عنده تسمم في الطعام كانت نسبة البكتيريا عالية 10 أس 8 أو أكثر، بعدين البكتيريا بصير لها سبوريليشن، تعمل طبعا تتكون أبواب جرثومية في السمول انتستاين، الانتيروتوكسين بتكون هناك. ايش الشغلة المهمة اللي بتعملها هاي البكتيريا ناحية الفود بويزنينج؟ اللي بتعمل ديستراب لمين؟ للايون ترانسبورت ان دي انتيروسايت، وحين صار الايون ما صارش على وضعها الطبيعي، وممكن طبعا انها تعمل انديوس نان بروتكتيف انتي بوديز ان ادلتس. تمام، اذا صار واضح عندي اللي هي جزئية الفود بويزنينج اللي سببتها الكلوستريديوم بيرفرينجز من خلال الانتيروتوكسين، وتسببت انها تعمل هايبر سكريشن في منطقة الجوجنم ومين والإيليوم. طيب من ضمن الاعراض اللي بنلاقيها عند هؤلاء المرضى ايش بنلاقي عندهم؟ دياريا، لكن هل في فوميتينج او فيفر؟ لا، بدون فوميتينج او فيفر. ووجدوا في بعض الحالات ان الكلوستريديوم بكتيريميا ممكن ان تحدث عند المرضى المصابين بمين؟ بالتيومر. تمام، لابراتوري دياجنوستس. الان لو جينا على الجزئيه الاخيره للكلوستريديوم في هذا الناحي اللي هو الكلوستريديوم بيرفرينجنز، ان انا باخذ هيستولوجيكال سبيسيمن. الان احنا بنحكي عن مريض، ايش عندنا؟ في عندي انسجه بصيرها تيشو نكروسس، صح؟ تمام، فالان انا باخذ اللي هو هيستولوجيكال سبيسيمن، بحطها في وعاء معقم عشان تشوفها تحت الميكروسكوب او كلتشر ايداليزم. سبيسيمن اوف اوكسيديت شود بي تيكن فروم ديبر اريا، المناطق اللي فيها قراج بنروح على الديبر اريا من الوند، المناطق العميقه من الجرح، عشان برضو نقوم بعمليه فحص سليم لهذه الحاله المرضيه. طيب بالنسبه للميكروسكوبيك، يعني من ناحيه الميكروسكوب ايش يعتبر جرام بوزيتيف باسيلاي؟ نان موتايل كابسوليتد سبوريوليتد، نتذكرها هذه، انه بيكون سبورز، سبورز اوفال، ممكن طبعا تكون سب تيرمينال انلان بلاجين. في طبعا في بعض الحالات انا بنقول انه سبور ريرلي اوبزيرف. طيب انا بالنسبه للكلتشر ان ايروبيكلي عندي قديش؟ عند 37 درجة مئوية. وين بتنمو هاي البكتيريا كان ايروبيك بكتيريا للكلوستريديوم؟ ممكن انها تنمو البكتيريا هذه في اوساط بيئية ان ايروب. مين اوساط بيئية ان ايروب؟ اللي هي زيروبورتسون كوكت ميت ميديوم، بحيث انه ايش من الملاحظات اللي بنلاقيها في حال وجود البكتيريا؟ انها بتعمل بلاكنينج للميل، ويل بي اوبزيرفد وذ برودكشن of H2S and H3. يعني ايش الملاحظة في هذا الوسط البيئي؟ انه يصير في عنا blackening للميت، وكمان بصير عنا production لل H2S وال NH3. من ناحية البلد اغار، لو زرعت على بلد اغار ايش ممكن تعمل عندي؟ من الشغلات ايضا المتعارف عليها انها قلنا قبل شوي انها بتعمل انزيم production للستينيز، وانها بتعمل بيتا هيموليسيز، وفي عنا شغلة حكوها في التشخيص ومفيدة انها بتعمل دبل زون اوف هيموليسيز، او نوعين من الهيموليسيز. ممكن زي ما انتم شايفين ايش النوع اللي هنا موجود؟ بيتا هيموليسيز، تحلل كامل، واللي هنا الجانب هذا ايش في عندي؟ تحلل جزئي. فعندي هذه من الحاجات المميزة والهامة في الكلوستريديوم
بالفرنجز انها بتعمل زي ما انتم شايفين بيتا هيموليسيس اند الفا هيموليسيس اون بلاد اجار، سموها دبل هيموليسيس سيركلز. البايوكيميكال تيست للكلوستريديوم بيرفرينجنز، ايش في شغلات من البايوكيميكال تيست بتساعد في عمليه التشخيص؟ انها بتعمل عمليه فيرمنت لميل للكربوهيدرات. مين قلنا قبل شوي وهذا اللي بيساعد في تكوين، انها لما تيجي تعمل فيرمنتيشن للكربوهيدرات ايش حيتكون عندي؟ اسيد اند مين اند غاز. طيب ايش كمان من الملاحظات الهامه؟ اسيديفايد ليتمس ميلك بتعمل اسيديفيكيشن للليتمس ميلك، وفي عندنا فحوصات وذ ستور ميكروتو برودكشن، ومن الفحوصات ايضا الهامه اللي بتعملها نيجلر رياكشن از بوزيتيف، وهذه طبعا حنتحدث عنها ان شاء الله في العملي عن هذه الفحوصات كيفيه عملها الاسيديفيكيشن للليتمس ميلك والنيجلر رياكشن. العلاج، كيف يمكننا ان نعالج هؤلاء الناس من المرضى؟ هؤلاء التريتمنت فور سبورتيف مايوسايتايتس اند مايونيكروسيس، الان في عندهم الغرغرينه بتتكون هؤلاء، فبالتالي انا بدي اعالج السبورتيف مايوسايتايتس والمايونيكروسيس، عم بصير في نيكروسيس للعضلات. ايش اهم حاجه في العلاجات الهامه عندي؟ برومت اند اكستنسيف ديبريدمنت، اللي هو الاصلاح الجراحي السريع، يعني في حال وجود هذه الاشكاليه احنا بنعمل اصلاح جراحي سريع. في عندنا كذلك انتي بايوتكس بنسلين او ادمنستريشن، هذه ايضا من الاشياء الهامه الانتي بايوتكس ادمنستريشن. في عندنا هايبر باريك اوكسجين، لما حكينا ايش احنا الخضوع المريض لمين؟ للعلاج بالاكسجين عالي الضغط. ليش؟ هذا ايش بيعمل الهايبر بارك اوكسجين؟ بيعمل ديتوكسيفاي بيشنت رابيدلي، بحاول يزيل السميه بشكل سريع عند المريض. الافيكاسي اوف انتي توكسين از دابتفول، عمليه علاج المريض باستخدام الانتي توكسين هو اللي مشكوك فيها هذه النقطه. الكلوستريديوم بيرفرينجنز اللي حكينا عنها قبل شوي، هذا كان فيما يتعلق بالغاغارين، الجزء الثاني كان على الفود بويزنينج، بقول لي فقط انها حاله الفود بويزنينج يحتاج الى سيمبتوماتيك كير. ايش يعني؟ يعني علاج تبع للاعراض المصاب فيها المريض. بريفنشن اند كنترول، ايش النقطه الاخيره هنا في هذه الجزئيه تبعت الكلوستريديوم بيرفرينجنز؟ انه يستخدموا بريفنتيف ميجرز، بحيث انه انا في هذه الحاله ايش لازم ينعمل؟ انه في هذه الحاله لازم يصير سيرجيكال ديبريدمنت سريع، اصلاح جراحي سريع للمنطقه المصابه، واستخدام المضادات الحيويه بروفيلاكتيك انتيبيوتيك. المضادات الحيويه طبعا دورها وقائي بحيث انه يمنع انتشار الميكروب في مختلف المناطق، فوجوده كمضاد حيوي كعلاج ايضا مهم اعطائه في هذه الحالات المرضيه. النوع الثاني من انواع الكلوستريديوم، كلوستريديوم تيتاني. ولو جينا على الكلوستريديوم تيتاني، طبيعه هذه البكتيريا بتسبب طبعا مرض التيتانوس. حتى نعطي تعريفا يعني مبدئيا بطبيعه المرض اللي بتسببه هذه النوع من البكتيريا اللي هي بكتيريا الكلوستريديوم تيتاني، طبعا بتسبب مرض خطير ناتج عن هذا التسمم البكتيري من خلال الكلوستريديوم تيتاني، بحيث انه يؤثر على الجهاز العصبي ويؤدي الى تقلصات مؤلمة في العضلات، وخصوصا لا سيما في عضلات الفك والعنق، حتى انه وجد يمكن في بعض الحالات انه يعيق التنفس ويشكل خطرا قد يهدد الحياة. هذه تعريفا عن اللي هي هذا النوع من البكتيريا ايش بيسبب المرض. طيب لو جينا الآن نتحدث بتفاصيل عن هذا النوع من البكتيريا، small motile spore forming drum stick appearance، هذه مهمة لما تجينا في الامتحان النصفي نهائي. drum stick appearance اللي زي الطبلة، تمام، هاي الشكل الموجود عندي للكلوستريديوم تيتاني، بيجي لك في الامتحان أو بيجيكوا في الامتحان drum stick appearance A B C D E، فبناخذ في بالنا انه كلوستريديوم تيتاني.
طبيعتها هاي البكتيريا حساسة جدا لمين؟ للأكسجين توكسيسيتي، للأكسجين. طيب الآن مين المصيبة في عندنا في الناس اللي بيصابوا بهذا النوع من البكتيريا، أو الأطفال أو الأشخاص اللي بيصابوا بصير في عندهم تقلص وتيبس في عضلات الفك، وأحيانا بصير عندهم صعوبة في البلع وتيبس في عضلات البطن وتقلصات مؤلمة في الجسم. طب كل هاي المصائب من وين جاي؟ مين سببها؟ لأن البكتيريا أنتجت توكسين. مين هو التوكسين المسؤول عنها؟ تيتانوسبازمين. تيتانوسبازمين إيش ماله؟ responsible for the clinical manifestation للتيتانوس، هو المسؤول عن أعراض مرض التيتانوس. طيب هو عبارة عن إيش التوكسين هذا؟ عبارة عن أي بي توكسين. هذا الأي بي توكسين released when bacteria lyse، لما البكتيريا تتحلل بيطلع هذا النوع من التوكسين اللي بتكون من تو سب يونت، سب يونت اي وسب يونت مين بي. طب السب يونت اي عباره عن ايش هنا؟ الزنك بيبتيديز، اندو بيبتيديز، اللي بتشتغل على مين؟ على الجهاز العصبي المركزي، وبتعمل ريليس انهبيشن للريليس اوف انهبيتور ميديوتر جابا او جلايسين، اللي بتشتغل على البوست سينابتيك سباينال نيورون، وبالتالي تسبب سباستيك باراليسيز. هذه من الجزئيات الهامة في طبيعة التركيب تبع التوكسين، اللي بتكون من سب يونت A و B. ال A هي المركزية للزنك اندوبيبتيز، اللي بتشتغل على مين؟ على ال CNS، وبتشتغل على التشابكات العصبية الموجودة، وممكن تعمل فيها paralysis، spastic paralysis في بعض الحالات المرضية، شلل في بعض المراكز العصبية. تمام. طيب من ناحية الباثوجينيسيس في حالة التيتاني كيف بصير؟ طيب بقول لي إنه ممكن الميكروب بيدخل لجسم الإنسان من خلال الووند، من خلال بير، من خلال إنجري للطفل، للنيو بورن أو للطفل اللي في بطن، من خلال الأمباليكال ستامب أو سيرجيكال سيوتشر. هذه تعتبر منافذ لدخول الميكروب، بحيث إنه بصير في عندنا كونتامينيشن للفيتالايز تيشيو. طيب بعد ذلك صار لها هذه اللي هو دخلت من هاي المنافذ، بصير بعد ذلك جيرمينيشن. حكينا شو معنى جيرمينيشن. الان بتخرج سبور، بتكون عند الفيجيتيتف فورم، بتنتج اللي هو مين عندي؟ تيتانوس بين، اللي هو التوكسين اللي حكينا عنه قبل شويه. طيب التوكسين الان وين بصل؟ الجهاز العصبي المركزي. طبعا ممكن يصير من خلال الدم، وهنا التوكسين طبعا ممكن يصير له فيكست في مناطق الجهاز العصبي والبرين ستيرم، وبيبدأ يعمل في مين؟ في الاكشن تبعه. طيب هنا إيه؟ احنا حكينا انه بصير في عندنا جيرمينيشن للسبور، بتطلع البكتيريا وبتنتج مين؟ التوكسين. ايش بيساعدها في ذلك انه تطلع تنتج التوكسين؟ اللي هو لو اوكسيديشن ريدكشن بوتنشن في المنطقه اللي موجوده فيها هاي البكتيريا. انا موجوده في منطقه انايروب، فهذا بيساعدها انه البكتيريا تنتج اللي هو التوكسين المسبب للمرض. في هناك عوامل اخرى بنتحدث، نيكروتيك تيشيو، كالسيوم سول، في عنا بايروجينيك انفكشن مرتبطه ايضا بالباثوجينيك بروسيس اللي بصير عندي الكلوستريديوم تيتاني. الانكوبيشن بيريد عندي من 4 إلى 5 أيام. بالنسبة للتأثير للكلوستريديوم تيتاني، قبل شوي احنا حكينا من التركيزات الأساسية انه ايش بيعمل عندي؟ convulsion tonic contraction للفولنتري مسل، للعضلات هذه. ايش بصير في عندي؟ تقلصات في العضلات الإرادية الموجودة عندهم، بصير سبازم. تمام. في الاريا اوف انجري، في المسل، في الجو، طبعا في هاي الاماكن كلها ممكن يصير في عندي تداخلات. وحكينا من ضمن الاشياء اللي ممكن تصير حتى كاعراض ممكن تحدث للشخص المصاب، اللي يصير عنده صعوبه حتى في البلع، ممكن يصير عنده تيبس في العضلات كما تحدثنا، وتقلصات مؤلمه في جسم الانسان. لوك جو هذه المنطقه برضه بصير فيها تيبس، والفالنتري مسر والعضلات اللي هي العادية. طيب من ضمن الحاجات اللي بتحدث ايضا، قلت انا قبل شوي انه ممكن لهذا الميكروب انه ايش يعمل؟ انه حتى يعيق اللي هو التنفس، وبصير في عندي انترفيرنس وذ ريسبيريشن، وبالتالي يمكن ان يؤدي الى الوفاة. وعلى ذلك نقول انه المورتاليتي ريت، نسبة الوفاة
في الجنرالايزد تيتانوس 50%. It is more severe in more severe cases. Autonomic nervous system is also involved. في حالات متقدمة من المرض ممكن أن يشمل ذلك الجهاز العصبي المركزي. وعلى ذلك حد تحدثوا وقالوا إنه التيتانوس ممكن أن يكون هناك localized tetanus، ممكن أن يكون cephalic tetanus، وممكن يكون neonatal tetanus. طبعا لو جينا نشوف إيش الفروقات ما بينهم، localized وين بنلاقي confined، وين في المسكوليتشر of the primary site of infection، وين دخل الميكروب وبدأ يعمل اللي هو الإصابة تبعته ويتكاثر فيها. السيفاليك وين ممكن يكون موجود السايت اوف انفكشن، في منطقة الهيد. أما في النيونيتال غالبا بنلاقي الانفكشن بتحدث وين في النيونيتال، في الامباليكال كورد. وفي هذه الحالة المورتاليتي قديش بتكون نسبتها؟ أكثر من 90%. طيب الكلوستريديوم تيتانوس، لو أنا بدي أجي أشخص حالات الناس دول المصابين باللي هم التيتانوس، ايش بيعتمد على مين بشكل اساسي وبيساعدنا بشكل كبير في عمليه التشخيص تبعتهم؟ الكلينيكال بيكتشر، الهيستوري تبع الانجري، ايزوليشن اوف كلوستريديوم تيتاني من الكونتامينيتد وند يعتمد على مين كمان؟ على التوكسين ونيوتراليزيشن وذ سبيسيفيك انتي توكسين، وعمليه معادلته بمين؟ بانتي توكسين. طبعا ممكن يصير نيتراليزيشن لهذا النوع من التوكسين. هذه اللاب دايجنوسيس. اما بالنسبه للتريتمنت، مين شغله مهمه جدا ناخذها في عين الاعتبار لعمليه الوقايه والعلاج اللي هو تيتانوس؟ اهم شغله بنحكي فيها اللي هي اكتيف ايميونايزيشن وذ توكسويد، بنعطي بوستر شوت فور بريفيسلي ايميونايزد انديفيدوالز. الناس اللي كانوا مشخصين سابقا بنعطيهم ايش؟ جرعه تنشيطيه. هذه طبعا ممكن حتى يكون ذلك مصاحب ان اعطي انتي توكسين انجكتد انتو ديفرنت ارياز في البادي، ان اعطي برضه انتي توكسين، يعني جرعه منشطه مع مين؟ مع انتي توكسين. مين من الحاجات اللي ايضا مهمه اللي هي بروبر كير اوف وونز، اللي هو اخذ اللي هو رعايه الجروح، بحيث انه نعمل سيرجيكال ديبريدمنت، لان نعمل ريموف للنيكروتيك تيشيو، يصير عمليه اصلاح جراحي للمنطقه المصابه وخصوصا الانسجه التي اصبح لديها تدمير من اللي هو تاثير هذه البكتيريا. ممكن بروفيلاكتيك يوز اوف انتي توكسين، ممكن الانتي توكسين يعطي نتائج طيبه في هذا الامر. في عندنا الانتي بايوتيك كمان تريتمنت، مثلا على سبيل المثال مترونيدازول. البيشنتس وذ سمبتوم اوف تيتانوس ممكن نستخدمه مثلا ريلاكسان، عشان لانه العضلات ايش ما نقول نحن في تيبس في العضلات الفك وصعوبه في البلع وتيبس في عضلات البطن، كل هذه الشغلات لما اعطانا مثلا ريلاكسيشن ممكن انه يعني يسهل ويخفف ويصير في ارتخاء في العضلات، تمام، ويسهل عمليه حتى الفنتيليشن عند الشخص المصاب. هل يوجد مضاعفات من التيتانوس؟ طبعا ممكن يصير في مضاعفات، ممكن يصير انسداد في شريان الرئة، يصير في عندنا وفاة، بيصير عندنا عظام تنكسر من خلال الانشداد العضلي اللي ممكن يصير. طبعا بالنسبة للتطعيم، في تطعيمات زي تي داب اللي هو تطعيم الكزاز للخناق للسعال الديكي، وهذا بيعطى عند 11 ل 12 سنة، ومن ثم بعد 10 سنوات بنعطى تي دي، هذا التطعيم اللي هو الكزاز والخناق، اللي هو الكزاز مقصود فيها التيتانوس، لأنه التيتانوس يعتبر كزاز، والدفتيريا اللي هي الخناق. يعني في عندنا ثلاث حاجات تطعيمات مهمة هنا، اللي هي الكزاز لما بحكي عنه اللي هو التيتانوس، الخناق الدفتيريا، السعال الديكي اللي هو برتوسيس، بروتيلا برتوسيس، تمام. ففي عنا التطعيم الثلاثي هذا اللي بيعطى مهم جدا، ممكن نعطى كل 10 سنوات تطعيم اللي هو تي دي اللي هو الكزاز والقناع. هذه من التطعيمات الهامة اللي بعطوها. هاي عنا التيتانوس، شفتوا اللوك جو كيف في تيبس في عضلات الفك،
وهنا عندنا الطفل، عندنا النيونيتال كيف الوضع تبعه، فيه تيبس في العضلات أيضا. الكنترول للاكتيف اميونايزيشن وذ تيتانوس توكسويد. بعدين في عندنا قبل شوي حكينا عن الدي بي تي فاكسين، شرحناه من التطعيم الثلاثي، ايش التطعيم الثلاثي اللي احنا بنعطيه، ديفثيريا، برتوسز، تيتانوس اللي هو كزاز، هناك سعال ديكي. هذا من التطعيمات الهامة جدا، حتى وجدوا انه في بعض الناس اللي ما كانوش يواظبوا على اخذ هذا النوع من التطعيم كان احد المسببات لهم انهم يصابوا بمرض مين، التيتانوس. الناركوتكس الناس المدمنين ممكن حتى يكونوا هم عند هاي ريسك جروب للإصابة بهذا النوع من الأمراض. أعتقد هيك صارت الأمور واضحة جيدا لمرض التيتانوس. كلوستريديوم بوتيلينيوم. بوتيلينيوم طبعا هذا النوع من الميكروبات، أنا هيتروجينس جروب، طبيعة البكتيريا هنا فاستيديوس سبور فورمينج انايروبيك باسيلاي. طبعا هذا بتسبب تسمم، تسمم ممكن يكون منقول بالغذاء للجروح، ممكن للرضع، حنتحدث عنها بالتفصيل، وفي بعض الحالات بصير في كساح للحالات المصابة حبال تناول هذا النوع من التوكسين البكتيريا والتوكسين الناتج عنه. طيب لو جينا على طبيعة هذا النوع من البكتيريا، هذه البكتيريا بتنتج تقريبا عندي 8 من A ل H distinct toxin، هذه نقطة رقم واحد. طبعا هذه التوكسين بصير لها ليبريشن، بتطلع خلال عملية النمو وخلال عملية الأوتولايسز تحلل اللي هي البكتيريا. طيب لو جينا عليها برضو زي ما كنا حكينا قبل شوي في التيتانوس، أنا بنحكي عنها في البوتيلينيوم اللي هي عندنا A B toxin. الـ A B توكسين عندنا سب يونت A، سب يونت A إيش مالها؟ حكينا عنها قبل شوية، عبارة عن مين؟ زنك إندوبيبتيديز. إيش مال الزنك إندوبيبتيديز؟ بتعمل بلوكينج للريليس أوف أسيتال كولين للبريفرال كولينرجيك سينابسيس. هذه من الحاجات اللي بتقوم فيها الزنك إندوبيبتيديز. طب طبيعة هذا الميكروب بصير له ديسترويد لما يتسخن لمدة 20 دقيقة عند 100 درجة مئوية. مين الأنواع الأكثر ارتباطا بالإنسان للتسبب بالمرض؟ اللي هو النوع الـ A والـ B والـ E والـ F، نحفظهم هدول A B E F، هدول مرتبطين للإصابة بتسبب المرض للإنسان. هدول بتكونوا من مين؟ النيوروتوكسيك بروتين ليثال دوز عندي من 1 ل 2 ملي جرام، الليثال دوز عندي من 1 ل 2 ملي جرام. طيب باثوجينيسيتي، قبل كيف ممكن طبعا نصير في عنا اشكاليات اصابه منه هذا النوع من الميكروب؟ من خلال انتوكسيكيشن اللي هو تسمم، يسبب يعني تسمم. التسمم ممكن يكون منقول عن طريق مين؟ الغذاء، تناول الاطعمه المعلبه منزليا طبعا لها دور بذلك. يعني على سبيل المثال ingestion of food زي مين، spice, smoked, vacuum، المعلبات، الأطعمة المدخنة، الأطعمة spicy، الكاند، المعلبات alkaline food. هذه طبعا الميكروب بينمو فيها، وخصوصا هنا يمكن أنا يعني من هذه النقطة بدي أنا نعمل نصيحة للجميع، وهي المعلبات. في بعض الناس وخصوصا في مجتمعنا الفلسطيني ونظرا للظروف المادية الصعبة، بتلاقي بعض المحلات التجارية لما يقرب الميعاد شهر شهرين للمعلبات بتلاقي بنزلوا في أسعارها بشكل كبير، وبصير في إقبال. إحنا بنأمل هنا أنه يكون في تدخل من وزارة الاقتصاد الوطني لمنع ذلك في بعض الحالات، وخصوصا إيش بنلاقي موجود، إنه هاي المعلبات إيش بيصير فيها؟ بيصير فيها انتفاخ، منفوخة هذه المعلبات طبعا، او طبعا هذه دلالة على انه في غاز موجود جوا وانه معادها خلص. فعشان هيك لا يفضل نهائيا انك انت يوما ما تشتري من المعلبات التي قرب انتهاء موعدها. ف
فليش؟ لأنه هاي ممكن يكون خلص معادها وبدأت تظهر اللي هي مثلا هذه التأثيرات فيها. فهذه من الشغلات المهمة، لأنه إيش وجدوا؟ إنه التوكسين اللي ناتج عن هاي البكتيريا وين ممكن يأثر على الفولنتري مصر، العضلات الإرادية، الأوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي، النيوروماسكولار جانكشن، التشابكات العصبية. وإيش بصير؟ فلاسيد باراليسيز، بصير في عندنا شلل لفترة معينة ممكن تطول نوعا ما. هذه اللي هي ناتجة عن مين؟ عن الكلوستريديوم بوتولينيوم، اللي نتجت في الأساس عن مين؟ تسمم منقول بالغذاء اللي هو المعلبات والسبايسد سموكد فوكام باك اور كاند فود. هذه طبعا لها دور في عملية نقل هذا النوع من التسبب، نوع من هذا الباراليسيز اللي حكينا عنه. طيب الكلينيكال يعني من خلال ذلك ايش وجدنا بشكل اساسي ومركزي؟ انه وين صارت المشكلة عندي انا؟ انه المشكلة انه كان التسمم هذا ناتج عن مين؟ اصوله كانت عن البوتوليزم، ناتج عن ايش؟ تسمم الطعام، فود بور من خلال الطعام. قديش الانكوبيشن بيريد عندي؟ من 18 ل 24 ساعة. ايش في ممكن يكون يظهر اعراض على سبيل المثال عند المريض المصاب؟ كمان ممكن يظهر عنده دبل فيجن، رؤية مزدوجة، ما بيقدرش يبلع، ان ابيليتي تو سوالو، سبيش ديفيكالتي، ما بيقدرش يحكي، بابيولر، في شلل حتى في العين، كونستيبيشن، امساك، ابدومينال بين، الم في البطن، بايلاترال اسندنج ويكنس في البريفرال مسل، بصير في ضعف في العضلات اللي خصوصا السفليه. هنا في بعض الحالات بقول لي ايضا ممكن انه يحدث نتيجه هذا النوع من الميكروبات الديث، الموت، وخصوصا بصير في عندي شلل في ايش؟ في الريسبيراتوري او الكارد، او بصير في عندي كاردك ارست، بصير جلطه قلبيه او انقباض في القلب يعني. تمام، نو فيفر، من كل شيء عندي حراره، المورتاليتي بتكون عندي هاي، نسبه الوفاه بتكون عندي عاليه. ريكفري، العلاج لمثل هذه الحالات، الناس المصابين بهذا النوع ممكن انه ياخذوا العلاج، ياخذ معاهم months or years. هذا مهم من جمله انه الامر يمكن ان يطول فتره العلاج لهؤلاء المصابين بهذا النوع من الميكروب. patients who recover don't develop antitoxin. هذه كمان من الحاجات الملاحظات المهمه بناخذها، ممكن تجيب الصح وخطا. هل انه الشخص او المريض الذي يعافى من المرض البوتولينيزم هل انه بيكون جسمه انتي توكسين؟ واللي دون ديفلوب انتي توكسين، لا يكون اللي هو انتي توكسين. طيب هذا كان التسمم اللي كان منقول عن طريق الغذاء. طب ايش في عندنا؟ احيانا بقول لي في عندي للرضع انه ممكن يصير لهم تعرضهم للجراثيم المسببة للبكتيريا، ولجد انه هاي البكتيريا بتروح تنمو وين؟ في المناطق المعوية، ممكن تسبب لهم سموم. وخصوصا وجدوا انه الانفانت بوتيولينيزم، هذا النوع من التسمم للرضع، وين احنا ممكن نلاقيه؟ في الفيرست مانث اوف لايفز، بحيث انه ممكن يكون يصحبه ضعف، ساينز اوف باراليسيز، اعراض من الشلل. الكلوستريديوم بوتولينيوم والتوكسين تبعها وين ممكن نلاقيه؟ في الفيسز. غالبا بكون ناتج عن مين؟ عن زي ما حكيت قبل شويه انه هؤلاء الاطفال تناولوا مين؟ اللي هو ingestion of bacteria or spores which grow in gut and produce toxin. تناولوا وتعرضوا لجراثيم المسبب اللي تنمو في مين؟ في منطقه الامعاء، وانتجت مين؟ السموم. ممتاز، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التسمم هنا اللي بنسميه هنا في منطقة الجروح، develop from contaminated wound، من الجروح الملوثة. ويمكن أكثر شغلة حتى وجدوها التسمم هذا للجروح، وجدوها للأشخاص اللي حقنوا بالهروين أو القطران الأسود، كان هذول أكثر ناس عرضوا للإصابة بهذا النوع من البوتولينيزم. والسيمبتومز وجدوها مشابه للفود بورن بيتيرونيزم، لكن انه الانكوبيشن بيريود تايم وجدوها ايش؟ لونجر، اطول.
less GIC symptoms، الـ GI symptoms بتكون أقل. زي ما قلنا flaccid paralysis واضح. الفلاسيد باراليسيز في ساحة البط البقر، وقلنا قبل شوي حكينا للنيونيتس ممكن يصير عنده فلاسيد، والفلاسيد حكينا ممكن تأخذ فترة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. الكلوستريديان بوتوليزم لو جينا على اللاب دياجنوسيز إلها كلتشر اوف كلوستريديان بوتوليزم، من وين ناخذ فيسز؟ ايش بنعمل ديتكشن لمين؟ للتوكسين في الفيسز او سيرم من البيشنت، وفي الليفت اوفر فود او الطعام المتروك اللي ممكن يكون له يعني مسبب للتسمم وانتقال البكتيريا من خلاله. طبعا ممكن يعملوا تجارب انهم يعملوا انجكشن للمايس دايره بدلي، فبالتالي بيعملوا تحليل لذلك. ممكن يعملوا تايبنج للتوكسين بحيث انه يعملوا له نيوتراليزيشن وسبيسيفيك انتي توكسين. النقطة الهامة انه لو اجى مريض عندنا مثل هذه الاعراض ايش بنعمل له؟ غسيل معوي، غسيل معدة يعني ستومك لافاج، بنغسل المعدة وذ هاي انيمز سوائل بحيث انهم ينظفوها من التسمم اللي صارت ناتج عن هذا النوع من البكتيريا. ايش في عندنا انتي توكسين ممكن يعطى؟ Trivalent ABE antitoxin administrated administratively administrated intravenously promptly. ايش مقصود بذلك؟ ان انا بعطي هذا المريض اللي اجاني عنده هذه الاعراض paralysis ولا flaccid paralysis او زي ما حكينا neonates او كانوا ناتجين عن الموند ايضا، ايش بنعطي؟ Trivalent ABE antitoxin، وهذا بيعطى intravenous بشكل سريع. احيانا لما يكون في عندنا نقص في التنفس يفضل انه المريض نشبكه على فنتيليتور باي ميكانيكال ريسبيريتور عشان يكون يتنفس بشكل جيد. هذه من الأهم للكلوستريديان بوتيلين. الاشياء الهامه كمان ناخذها في عين الاعتبار في البريفنشن اند كنترول، السبور تبعت الكلوستريديان بوتيلينيوم موجود وين؟ قلنا في السويل، وممكن تكون تعمل كونتامينيشن للفيجيتابل وللفروت. النقطة الهامة اللي أنا بدي أخذها وأركز عليها في البريفنشن أند كنترول وأعتبرها ذات أهمية كبيرة، إن أستخدم مين؟ الأساليب السليمة للتعليم، تمام؟ وإحنا حتى كمان لا تأكل الأطعمة المحفوظة إذا كانت العبوة منتفخة، وهذا قبل شوية أعطينا تحذير وتنبيه له. ما تحاول تأخذ تشتري معلبات قرب يخلص تاريخها. ديروا بالكم الأجانب حتى في المحلات كتير بيجي بتطلع على المعلبات وقت تاريخ الانتهاء تبعها. عشان هيك بقول لي من ضمن النقاط الهامة في الريجوليشن strict regulation of commercial canning has largely reduced the danger of widespread outbreak. لازم يكون عملية وجود قوانين ضابطة لعملية المبيعات للمعلبات هذه، لأنه has largely reduced. لما يكون في عندي regulation في متابعة واهتمام من وزارة الاقتصاد لهذا الأمر، هذا حيقلل إنه الإصابة بهذا الميكروب وانتشاره في المجتمع. نعم. فعشان هيك بنأكد على chief danger، الخطر الرئيسي lies in home canned foods، في الأطعمة المحفوظة مثل vegetables smoked fish vacuum packed fresh fish، هذه كلهيتها. بعدين بقول لي the cans with toxic food may swell or may show onious appearance، هذه أيضا ضمن الحاجات اللي بنلاحظها في المعلبات. بيقول لي انا الريسك فروم هوم كان فود، ممكن اقلل يعني حتى المعلبات اقلل الخطوره تاعتها لما اجي اشتري معلبات، وخصوصا معلبات الخضروات او الفواكه، اذا امكن ان اعمل بويلينج لمده 20 دقيقه، هذا حيقلل من مين؟ من الريسك. ف
في من النصائح اللي بيقول لك انه الاطفال اللي اقل من سنه لا ينصح انهم ياخذوا عسل، هذه من النصائح العامه للاطفال. هيك اعتقد وضحنا بشكل مركزي في الكلوستريديوم بوتولينيوم ايش الاشياء الهامه اللي لازم ناخذها في عين الاعتبار حتى ان نقي انفسنا من الاصابه بالبوتولينيوم. نيجي للنوع الاخير. النوع الاخير كلوستريديوم ديفيسيل. كلوستريديوم ديفيسيل مسؤول عن مين؟ عن انتيبيوتيك اسوشييتد جاسترو انتستينال ديزيز. وجدوا حتى انه هذا النوع من الميكروبات بتصيب مين الاكثر شيوعا عند البالغين الاكبر سنا في المستشفيات او في مرافق الرعايه في الرعايه طويله الاجل. وعادة ما ينتج انه استخدام الناس اللي بتاخذ مضادات حيويه كثير، فعشان هيك بتيجي بتظهر عندهم الاعراض من 5 لـ10 ايام بعد تناولهم هذه الانواع من المضادات الحيويه، ممكن حتى تظهر في اليوم الاول، بحيث انه بتظهر على شكل اسهال مائي وممكن طبعا تقلصات في البطن. هذه من الحاجات اللي بتصير عند الاشخاص المصابين، ممكن في حتى يصير مضاعفات كجفاف وتضخم في القولون او ثقب في الامعاء من خلال هذا النوع من البكتيريا. عشان هيك نجي نتحدث عن تفصيلات اكبر عن هذا النوع من البكتيريا اللي هو انتيبيوتيك اسوشيتد. صار واضح انه قلنا الناس الكبار في السن نايمين في المستشفيات اللي دائما بتلاقيهم بتناول مضادات حيويه كثير، او حتى اشخاص عاديين كمان برضو معرضين للاصابه بهذا النوع من البكتيريا. تمام، ايش بتعمل؟ طبعا رينجينج فروم سيلف ليميتنج، ممكن دياريا بسيطه، قبل شوي حكينا اسهال مائي 3 مرات، ممكن دياريا بيتم علاجها وتروح، او ممكن يدخل في مراحل متقدمه انه يصير في عندنا لايف ثريتنج سيدومبرينس كولايتس، يصير في التهاب في منطقه القولون بشكل كبير. تمام، طيب منفذ الدخول اتس ابارت، هذه تعتبر هذه البكتيريا جزء من النورمال انتستاين الفرورا في مين؟ في السمول انتستاين. انا بدي اوضح حاله معلومه عشان تصل لكم بشكل جيد. هل الكلوستريديوم ديفيسيل موجوده في الامعاء؟ نعم نعم موجوده في الامعاء، ولكن الان وطبعا وجودها ايش الان اللي بصير في الكلوستريديوم ديفيسيل؟ الناس لما يجي يتناولوا المضادات الحيوية طبعا بيقتلوا النورمال فلورا الموجودة عندي في منطقة الأمعاء. تمام، وبصير في عندي أعراض لذلك. لذلك أنا إيش بقول لي أنا، هي بارت من النورمال فلورا في small number of healthy people and hospitalized patients. The spores can contaminate an environment for many months and can be major source of nosocomial infection. الابواق تاعتها ممكن انها تعمل contamination في الانفايرمنت لشهور عديده وتكون سبب من اسباب مين؟ النوزوكوميال انفكشن. طيب هذه البكتيريا الكلوستريديوم ديفيسيل، هذا الاورجانيزم بينتج تو توكسين، تايب اي وتايب بي. ايش التايب اي توكسين؟ عباره عن مين؟ عن انتيروتوكسين. انتيروتوكسين يعني توكسين بصيب منطقة مين؟ الأمعاء. وهذا بحفز إيش؟ بحفز الريليس أوف سيتوكاينز، إنتاج اللي هو سيتوكاين سكريشن في أوف فلود، ديفلوبمنت أوف هيموريجيك نيكروسيز. هذه من الحاجات الهامة اللي لازم نعرفها عن مين؟ توكسين إيه اللي هو الانتيروتوكسين تبع الكلوستريديوم ديفيسيل، بيعمل إنديوس للريليس أوف سيتوكاين سكريشن في الفلود و developed of hemorrhagic necrosis. تمام، توكسين بي سيتوتوكسين، حيث انه ايش بيعمل هنا الدور تبعه المركزي؟ تيشيو دامج. هذه من الحاجات الهامه لانواع التوكسين اللي بتنتجها الكلوستريديوم ديفيسيل. سيدو قلنا من الاشياء الهامه اللي بتعملها سيدو ممبرينس كولايتس. طيب ايش قصتها السيدو ممبرينس كولايتس؟ قلنا احنا تتراوح الإصابة ما بين مايل دياريا وبتروح سيلف ليميتنج، أو في مراحل متقدمة بصير في عنا التهاب في غشاء القولوني اللي هو هنا، بحيث بصير في عنا سيدو ممبرينس كولايتس، التهابات شديدة. طيب إيش بقول لي هنا؟
النقطة الهامة administration of antibiotic، عملية تناول المضادات الحيوية يحفز على proliferation of a drug resistant to Clostridium difficile. كثر تناول المضادات الحيوية قلنا احنا فيه حتى بأثر على النورمال فلورا في الجسم وبيخلي مين ينمو، احنا قلنا هي موجودة بكمية قليلة في الوضع الطبيعي صح، لكن في حال تناول مضادات حيوية بكثرة ايش بلاقي الكلوستريديوم ديفيسيل اللي كانت موجودة بشكل قليل وطبيعي في منطقة الأمعاء ايش صار فيها الآن؟ صار فيها تكاثر proliferation of drug resistant كلوستريديوم ديفيسيل، حتى انها بتصبح مين مع كثر تناول المضادات الحيوية drug resistant. مين أكثر المضادات الحيوية اللي كانت مرتبطة بالسيدوممبرينس كولايتس؟ اللي هي الأمبيسيلين، السيفالوسبورين، كليندامايسين، هذه مضادات حيوية مرتبطة بالسيدوممبرينس كولايتس. طيب بقول لي معنات الكلام إنه الديسيز يحدث المرض وقتيش؟ إذا الأورجانيزم إيش بصير فيه الآن؟ يتكاثر في منطقة مين؟ القولون. بروليفريت أون كولون. وإيش بينتج في القولون؟ toxins watery and bloody diarrhea. ايش بيعمل كمان؟ abdominal cramps. ايش كذلك بيساوي؟ leukocytosis and fever. كل هذه الاشياء بيعملها الكلوستريديوم ديفيسيل. طب لو جينا بدنا نعمل احنا لاب دايجنوسيس لمريض مصاب بهذا بسيدوممبرينس كولايتس بيعتمد على مين؟ الايزوليشن اوف كلوستريديوم ديفيسيل، نعزل اللي هو الكلوستريديوم ديفيسيل من البراز. وايش كمان من هذا دير بالكم، يعني حتى في اوروبا في المستشفيات كثيرا ما يطلبه الاطباء ويتم متابعته لكلوستريد حالات السيدوممبرينس كولايتس. انا تنويه لانه يمكن في اكثر من مختبر خلال زياراتي البحثيه في بلجيكا او في بريطانيا شفته كان بشكل واضح الكتات تبعته ومتابعته في بيتابعوه في عمليات التشخيص. فلابراتوري دياجنوستس بيعتمد على الايزوليشن للكلوستريديوم ديفيسيل وين؟ في الفيسز. وايش كمان؟ ديتكشن اوف توكسين وذ تيشو كلتشر سيلز، انه نعمل عمليه ديتكشن لمين؟ للتوكسينز. طيب الديسيز از تريتد باي، كيف طبيعه المرض انا بدي اعالجه؟ عمليه التوقف عن مين؟ الاوفندنج انتيبايوتكس. ايش اصلا سبب المصيبه؟ كانت المضادات الحيويه، كثر تناول المضادات الحيويه ادى للاصابه فيه، خلى انه تتكاثر هذه البكتيريا اللي كانت موجوده بعدد قليل في منطقه الانتستاين، وطبعا بدت تروح على منطقه في منطقه راحت للقولون، وهناك صار عندنا سيدوممبرينس كولايتس. تمام على ذلك يجب نوقف اللي هي الاوفندنج انتيبيوتيك اند اورالي جيف ايذر ميترونيدازول او فانكومايسين ان سيفير كيسز. في حالات متقدمه من الاصابه ممكن نعطي ميترونيدازول او فانكومايسين. اظن واضح تدرج الاصابه كيف صار عندي سيدوممبرينس كولايتس، واضح تقرحات شديده جدا في منطقه مين؟ القولون. حكينا كلوستريديوم ديفيسيل بتسبب سيدوممبرينس كولايتس وايضا بتسبب انتيبيوتيك اسوشيتد دياريا. وجدوا انه حتى 25% من الكيسز ار اسوشيتد مع الكلوستريديوم ديفيسيل اللي هي الانتيبيوتيك اسوشيتد دياريا، بتكون غالبا مايل تو مودريت دياريا للسيفير ذان دي تيبيكال سيدوممبرينس كولايتس، اقل حده بتكون من سيدوممبرينس كولايتس. وجدوا في خلال دراساتهم انه التوكسين لحتى الآن الوظيفة تبعته غير محددة وواضحة للكلوستريديوم ديفيسيل. هل في أنواع أخرى من الكلوستريديوم؟ نعم في أنواع أخرى مثل كلوستريديال سيبتيكم، وبتسبب طبعا نان تروماتيك مايونيكروسيس، وممكن تلاقيها موجود في المرضى اللي عندهم أوكالت كولون كانسر أو أكيوت لوكيميا أند ديابيتس. هنا بدي انهي في هذه الجزئيه تاعت الكلوستريديوم ديفيسيل او الكلوستريديوم، انه ايش التدابير الوقائيه اللي احنا لازم نعملها معاها
لازم نتجنب استخدام الغير ضروري للمضادات الحيوية، المحافظة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لأكثر من 20 ثانية. أيضا من ضمن الوقاية من الكلوستريديم عزل المريض في غرفة خاصة أو يكون معه مريض بنفس الإصابة في نفس الغرفة. أيضا المحافظة على وجود تنظيف كامل وشامل في مكان اللي هو إصابة المريض، أو في بشكل عام دائما الوقاية خير من العلاج. فقديش بنحاول نحافظ على النظافة قديش بكون في عنا سبل الوقاية أكبر وأكثر. آخر حاجة عنا في النهاية، لو بنيجي نطلع على تقسيمات الجرام بوزيتيف باسيلاي من حيث سبور فورمينج، مين عندنا خصوصا هنا بنتحدث عن ايروبيك سبور فورمينج، مين مثال على ذلك؟ هنا باسيلس، يس هي بتكون سبورز وشرحناها بالتفصيل، وعملنا هنا تقسيم لها من حيث الكبسول والبنسلين سنسيتيف. وجدنا أن الباسيلس انثراسيس نعم يوجد لديها كبسولة تعتبر بنسلين سنسيتيف، أما الباسيلس لا. من ناحية نو سبور فورمينج، مين مثال عليها؟ أركانو بكتيريوم، كورينا بكتيريوم، جاردينلا فاجينالس، لاكتوباسيلس، الستيرا مونوسيتوجينز، كل هذه الأنواع من البكتيريا لا يوجد لها سبور فورمينج. الموتيليتي، مين في عندنا موتال الستيريا مونوسيتوجينز، باسيلس سيرس، غير لا تعتبر موتايل، كوريني بكتيريوم، اريثروبوثريكس لا تعتبر موتايل. قسمناها من حيث الهيموليسيز، في عندنا جاما وبيتا، الجاما زي الباسيلس انثراسيس، البيتا زي الاركانو بكتيريوم، باسيلس سيرس، الستيرا مونوسيتوجينز. من حيث الكاتاليز قسمناها الى بوزيتيف ونيجاتيف. بوزيتيف عندنا الباسيلس وكورين بكتيريوم ديفثيريا والاستيريا مونوسيتوجينز، كاتاليز نيجاتيف اركانو بكتيريوم اريثروبوثريكس ولاكتوباسيلس. هذه تفصيلات عن كيفيه تقسيم الجرام بوزيتيف باسيلاي من حيث سبور فورمينج، من حيث الموتيليتي، من حيث الهيموليسيز، من حيث الكاتاليز. هيك بنكون انهينا شابتر الجرام بوزيتيف باسيلاي. حكينا عن بارت 1 اللي شرحناه بالتفصيل، وانتقلنا لبارت 2 اللي هو الان انهينا اللي بتحدث عن الكوليستريديوم بانواعها الاربعه: كوليستريديوم بيرفرينجنس، كوليستريديوم تيتاني، كوليستريديوم بوتيلينيوم، كوليستريديوم ديفيسيل. وهيك بكون اجملنا ما كل ما يتعلق بالجرام بوست باسيلاي في هذه الشابتر. هذا الشابتر في إما إذا كان عندنا أي استفسار أو أي تساؤل، إن شاء الله حيكون لنا لقاء عبر الجوجل ميت، فأي نقاط تستوجب النقاش نطرحها إن شاء الله مع بعض ونناقشها خلال لقائنا القادم. نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في شابتر 3 بمشيئة الله.